أهلا بكم مرة تانية في استراتيجية. إنهاء حرب غزة الآن، ده مش كلامي ولكن ده كلام اللي قاله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مؤكدا على أن إسرائيل تحتاج لأن تمضي قدما في تحقيق نجاح استراتيجي دائم بعد انتصاراتها التكتيكية الأخيرة ضد حماس، وحثها على السعي نحو إبرام اتفاق لإنهاء الحرب وإعادة عشرات الرهائن. لكن ماذا يعني تحويل النصر العسكري إلى استراتيجي؟ وهل هذا ممكن على أرض الواقع؟ سنحاول في هذه الفقرة الوقوف على هذه الدعوة ومعناها وتأثيرها. يستمر معنا في الاستوديو اللواء سيد غنيم الخبير العسكري والاستراتيجي، كما ينضم إلينا من عمان الدكتور حسن المومني أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. وأبدأ مع حضرتك على طول دكتور حسن، ماذا يعني تحويل النصر العسكري إلى نصر استراتيجي؟ مساء الخير لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. تحويل المكتسبات والإنجازات العسكرية إلى نصر استراتيجي في سياق عملية سياسية، هنا قطعا الإدارة الأمريكية عندما تتحدث عن إنهاء حرب غزة وقطعا في لبنان بهذا الجانب من أجل خلق عملية سياسية، هذه العملية السياسية تؤدي إلى نوع من السلام إلى الاستقرار. وأيضا لا ننسى أن هذه الإدارة الأمريكية واحد من أعمدة استراتيجيتها في المنطقة اللي أعلنت، إذا بدك ترجع إلى إيش بيسمون استراتيجية الأمن القومي الأمريكي، واحد من أعمدة الاستراتيجية باتجاه الشرق الأوسط هي مسألة الإدماج الإقليمي. وفي السياق الاستراتيجي إذا طبيعي على افتراض أن هنالك عملية سياسية سوف تحدث، ترتيبات ما بعد غزة، يكون في هنالك أفق سياسي تؤدي إلى حالة سلمية تؤدي إلى إدماج إسرائيل في المنطقة، على اعتبار أن إسرائيل الإنجازات العسكرية في سياق أضعاف حماس أضعاف حزب الله، واضح الآن في هنالك استدارات حتى من قبل إيران من قبل حزب الله، يعني بغض النظر عن مشاغلة حماس بغض النظر عن مشاغلة حزب الله، إلا أنه في السياق الاستراتيجي هذه المشاغلة لم تستطع مثلا تحقيق انتصارات استراتيجية على إسرائيل، ولا أنها تثني إسرائيل عن مثلا مسألة الحرب في هذا الجانب. فلذلك الجانب الأمريكي وهذا كلام صراحة يعني تطور جيد، بمعنى سابقا كنا نتحدث عن اتفاقيات مؤقتة، الآن نتحدث عن تحول جذري تحول عميق في مسألة المواجهة من سياق عسكري بناء على إنجازات إلى عملية سياسية في سياقها الاستراتيجي تحقق الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل للمنطقة، الأهداف الاستراتيجية إسرائيل طالما سعت لأن تكون دولة عادية في المنطقة، عملية إدماج. ولا ننسى أن الإدارات الأمريكية السابقة وبالذات هذه الإدارة كمان سعت إلى إدماج إسرائيل. قبل 7 أكتوبر كان في هنالك حوارات استراتيجية ومسألة إمكانية إدماج إسرائيل، أما وعن الآن حرب غزة حصلت لبنان اللي حقيقة يمكن أنا خلنا نحكي لكم بما نتحدث في السياق الاستراتيجي. بس قبل حضرتك ما تستكمل يا دكتور، بس أنا في نقطة مهمة جدا أنا محتاج أستفسر من حضرتك عليها، هل هذا ممكن وممكن تنفيذه على الواقع على الرغم من كل الجبهات المفتوحة أو التي تفتحها إسرائيل في معاركها المتعددة، سواء إذا كان في غزة في قطاع غزة أو في لبنان؟ لا، هو هذا الصراع ليس صراع طرف واحد، إذا كان الإمكانية عندما تتوفر الإرادة عند الأطراف المعنية، أطراف النزاع بأن تكون تخلق ظروف معينة، أطراف النزاع في السياق الفلسطيني السياق الإسرائيلي موضوع لبنان أطراف الإقليمية، وأعتقد أنه جولة بلينكن في هنالك أيضا حراك دبلوماسي عربي الذهاب إلى السعودية الحديث بهذا الجانب، فلذلك إمكانية إذا توفرت الشروط. يعني هنا إذا بنتحدث عن تحول استراتيجي في الصراع من مسألة الحرب إلى مسألة سياسية، يجب أن يخلق ظروف معينة، هذه بسموها ظروف اللي هي necessary conditions، يعني ظروف ضرورية من أجل أن يكون في هنالك عملية سياسية ذات معنى مرتبطة بالأطراف نفسهم في هذا الجانب، مما لا شك فيه. الولايات المتحدة الأمريكية يعني معروف في السياسة الدولية للشرق الأوسط وحتى السياسة العالمية أنه إذا بدك أي تأثير لابد من أن تكون هنالك الولايات المتحدة الأمريكية وتتدخل بفاعلية بهذا الجانب. الإشكالية أنه هل الإدارة الحالية عندها هذه الاستمنة عندها هذه الرغبة بأنه حقيقة تتدخل وتحدث فرق بهذا الأمر، أم أن خلينا نحكي شغلة معينة، هل دعوة بلينكن تأتي على خلفية أن هنالك مؤشرات مشجعة وأن هنالك تحول في الصراع، أم أنها هي مسألة محاولة الفرصة الأخيرة من قبل إدارة راحلة بهذا الجانب
ومسألة الاستمرار في إدارة النزاع. لكن ما قال بلينكن تطور حقيقة دبلوماسي بغض النظر يعني إدارة حلوة. يعني سابقا وكل السنة اللي مضت كان كل الحديث من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحتى من قبل الوسطى مسألة اتفاقيات، وزي ما أشرت أنت يعني أنه كان على ثلاث مراحل وكل هذا. الآن بنتحدث عن تحول عميق في سياق استراتيجي. في السياق الاستراتيجي قطعا هو يقصد عملية سياسية تترجم فيها الأهداف حقيقة. وهنا خلينا نحكيها بشغل معين، هو قد يتحدث عن أن دبلوماسي باك باي فورس، بمعنى أن الحرب أنجزت بعض من الأهداف لترجمها سياسيا ومن خلال خلق هذه الظروف اللي معنية. وفي هنالك مؤشرات حقيقة. يعني أضرب لك مؤشر واحد مثلا، خذ في لبنان في مسألة الآن الأطراف اللبنانية معظمها صارت تتحدث عن القبول بقرار 1701، بدأت تنطي إشارات إلى مسألة إعادة الحياة للدولة اللبنانية وكل هذه الجوانب وكل هذه الأمور. إيران نفسها الآن بتقدير الشخصي يمكن الخطاب الدبلوماسي غالب على الخطاب، وأعتقد أن ما حصل مع حزب الله يمكن ما حصل مع حماس إلى حد ما أضعف وكلاء إيران. وبنفس الوقت هنا لا ننسى أن في حوار أمريكي إيراني مباشر أو غير مباشر عبر وكلاء، ولا ننسى أن إيران مسألتها ليست فقط مسألة غزة ولبنان، هنالك أيضا البرنامج النووي، هنالك العقوبات، هنالك حوار أمريكي. وأعتقد أن إيران حاليا ترغب بأن مثلا تفوز إدارة ديمقراطية ممكن أن تبني على ما تم التوصل عليه. وشفنا الولايات المتحدة الأمريكية في الأسابيع الماضية بذلت جهود ماراثونية إما لثني إسرائيل عن ضرب إيران أو إلى حد ما التخفيف من هذه الضربة حتى لا يكون هنالك فعل وردة فعل، وبالتالي نوع من الصراع الحلزوني بالاستمرار. تمام. فبتقدير الشخصي هنالك إشارات إيجابية بهذا الأمر. هنا عقدة المنشار تتمثل في إسرائيل. هل نتنياهو حقيقة، هو السؤال المركزي، هل نتنياهو راغب بإهداء إنجاز بإهداء اتفاق إلى إدارة راحلة؟ هل تقييم نتنياهو والساسة الإسرائيليين بأن حظوظ مثلا كاميلا هاريس أكثر أم ترامب أكثر، كلنا يعلم أن عامل الانتخابات الأمريكية مهم. وفي نتنياهو بتقدير الشخصي إذا بده ينطي إذا بده يوافق وإذا بده ينطي اتفاقيات وكذا يعطيها لإدارة قادمة، يعني مش إدارة راحلة بهذا الجانب. حضرتك تقصد أنه يكون في انتظار نتائج انتخابية قريبة تتجاوز يعني الأيام؟ نعم، بعد أسبوعين ثلاثة بتبدأ، إلا إذا كان في هنالك نوع من التقييم الاستراتيجي لدى نتنياهو وإسرائيل بأن حظوظ كاميلا هاريس هي الأكثر، وبالتالي اتفاق قد يساعد في مسألة الانتخابات. تمام. حضرتك ابقى معي دكتور حسن المومني ودكتور سيد. هنا السؤال على التحويل النصر العسكري إلى نصر استراتيجي، هل هذا ممكن على أرض الواقع في ظل الظروف الحالية؟ المفروض أن النصر العسكري إن لم يخدم الهدف الاستراتيجي أو ما حققه من الهدف العسكري، إن لم يخدم الهدف السياسي في حد ذاته والسياسي العسكري الاستراتيجي، فهو لم يحقق شيء. كما ذكرت لحضرتك على الخريطة كنت بقول أن إسرائيل حققت إنجازات تكتيكية على الأرض، يعني تتلخص في ماذا؟ استولى على أكبر حجم من الأراضي، تواجد بكمية كبيرة، فكك حجم كبير من الوحدات خاصة بالفصائل الفلسطينية من أقسامها ليست حماس فقط. نهينا أن في قيادة وسيطرة تكتيكية الآن، قتل عديد من القادة، كل ذلك موجود بالفعل، لكن مذالة المقاومة موجودة ولو بنسبة أقل ولكن بفعالية عالية. المفروض أن يحول ذلك كيف؟ أن يصل لحل سياسي يكمل النجاح الاستراتيجي. أظن أن الولايات المتحدة تقصد ذلك، بمعنى نقف نضع فعلا مفاوضات حقيقية كيف ننهي في غزة بغض النظر هنا عن الانتصار أو الهزيمة، ولكن تحقيق الأهداف. أنت ليك هدف أيضا كفصائل فلسطينية، أحقق لك جزء منها بشكل تفاوضي وأنا أكمل الجزء الآخر، ويتحول القطاع إلى منطقة آمنة
ويعود الرهائن. هذا أمر مهم للغاية. بهذا يتم تلك التركمة. استمروا بهذا الشكل لفترة طويلة للغاية أو لما بعد هنقول سنة تانية بقى بهذا الشكل، فإذا لم يترجم إلى هدف استراتيجي إلى نجاح استراتيجي. طب دكتور حسن، في الفترة الحالية موقف الأردن معروف أنه هو دايما بتحاول دعم الاستقرار في المنطقة بشكل كامل، ولكن في بعض الأحيان يتم الزج بها في موضوعات خارجة من أطراف خارجية، مثلا اتهام في بعض الأوقات من إسرائيل بتهريب السلاح إلى الضفة، بعض الأقاويل كانت من إيران، استخدام الأجواء الأردنية في عبور بعض الصواريخ أو بعض المقاتلات. في هذا الحال موقف الأردن هيكون عامل إزاي في حال تورطها من أي طرف من الأطراف في عملية الرد، تحديدا في عملية الرد الإسرائيلي على إيران والرد الإيراني مرة أخرى على إسرائيل؟ يعني هو ما لا شك فيه اللي بيحكم الأردن واقع الجيوسياسي ومصالحه الاستراتيجية في هذا الأمر، ونحن في بيئة قشنة حقيقة بهذا الجانب، والأردن ليس بدولة طارئة، الأردن دولة وازنة عندها خبرة حقيقة في التعاطي مع هكذا أمور. أكيد لا يوجد حالة مثالية في هنالك دبلوماسية فاعلة أردنية بهذا الجانب. أعتقد أن الموقف الأردني واضح جدا في مسألة تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل بهذا الجانب، أن الأردن لن يسمح بقدراته، لن يسمح أن يتم انتهاك سيادته وسيادة أجواءه بهذا الجانب. هنالك العلاقة غير سهلة بين الأردن وبين إسرائيل حتى ما قبل 7 أكتوبر. يعني خلينا نحكي لك إياه تاريخيا، منذ عام 1996 نتنياهو لطالما كان إشكالية بالأردن، وأعتقد أن الأردن وإسرائيل يتبادلان الكرات الصلبة بهذا الجانب بهذا الأمر. في موضوع إيران في هنالك محاولات منذ أسابيع إلى حد ما في إعادة تعيير العلاقة الإيرانية الأردنية، وأيضا لا ننسى الاشتباك الدبلوماسي والرسائل الأردنية الواضحة بهذا الجانب بهذا الاتجاه. الأردن قطعا لن يسمح لأطراف بهذا الأمر، وإضافة إلى قوات ذاتية وإمكانات الأردن أيضا مشتبك في سياق استراتيجي مع شركاء وحلفاء دوليين أيضا، وهذا العامل بيلعب جزء كبير في صيانة الأمن الأردني بهذا الجانب. فأعتقد أن الأردن لا شك يعول على الدبلوماسية، الدور الأردني في السياق الإنساني حقيقة واضح في هذا الأمر، الأردن مشتبك مع الأطراف الإقليمية التي هي ضرورة بهذا الجانب، عندك مصر، عندك العربية السعودية، البارحة كان جلالة الملك عبد الله في السعودية، وأعتقد أن وقبل ذلك كان في تحرك أردني باتجاه سوريا. أعتقد أن الأردن مشتبك في دبلوماسية فاعلة بهذا الأمر، ويقدر ويعلم الأردن بأن قوة إقليمية فاعلة مثل مصر ومثل السعودية قد تكون هي الأقدر حقيقة على أيضا التعاطي مع الأمريكان والتعاطي في هذا الجانب. هنالك في حراك دبلوماسي، وأنا أستطيع ولا ننسى أن الأردن مطل حقيقة على كل هذه الأمور، وأعتقد أنه في هنالك مجموعة أفكار يمكن دفعت بلينكن للحديث عن هذا التحول اللي مسألة ضرورة أن يترجم الواقع العسكري إلى سياق استراتيجي. وبالمناسبة السياق الاستراتيجي لا يخص فقط إسرائيل، لأنه كيف إسرائيل لوحدها بدها تنتج واقع استراتيجي؟ إذا بدك تنتج واقع استراتيجي في الشرق الأوسط بدك الأطراف المعنية وبالذات الأكثر اشتباكا أن تكون داخلة في هذه العملية وتستغل. الأمريكان بتقدرش، خلينا أختم بشغلة، الأمريكان في عندهم قناعة بأنه تطورات الأسابيع الماضية من تحييد كثير من قيادات حماس أو قيادات حزب الله، كل هذه الجوانب خلقت إشي بسموه فرصة جاذبة، enticing opportunity، فرصة جاذبة. والفرصة الجاذبة في الصراعات يمكن من المفروض أن يتم تطويرها حقيقة لتأسيس نقطة انطلاق وحدات تحول في الصراع. تمام، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حسن المومني من عمان، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، شكرا ليك.